اين نحن وصلنا كان تعالى كده شفاك عرضت المخطط وتعيها تاخدها تاخدها وتقولها بس انا كمان يا طه هل حمل الهواء والعاصفة صدى هذه الأخبار؟
كيف تكهن من أهلك لم يطلع عليه أحدا؟ ثم هناك أمر آخر، كيف أكون ظهر كلامك وكلامك حي الأرض؟ ما هذا المزاح الفقير؟ توقفت على جمع كل هذا التحرر؟ وكيف عرفت ذلك؟ إن تنكين سيستفيد من هذا الخطأ وسيعطي لك البارون جلالك لتراكم العالم. كلا كلا، إن الرقبة وحده يكفيني. لما يحرمني تنكين منه؟ كلا، إن تنكين شريف ما يعد به ينفذه، ولما يأخذ منك كل الابتدادات والمزايا. لما؟ إن نفسك لغريبك السعيد. كلا إنه صديقي، إنه زميلي وشريف. يا داري إنه زميلي. فهلتم أن تكون أيضا المخطوط الشريرة؟ لقد أرسل كل أعداء ولكن العدي في دكان أنا أبوها زرتي. سيصبح ملك الملكة، سيأخذ مكان ملكان. ولكنك ستكون أعظم من ملكك، ستكون على رأس سلالة من الأمراء، تظل تحكم البلاد لمدة 1000 عام. ستكون أرى وجدا لملوك. ما هذا الصوت الذي أحضرني عليكم؟ يا أيها الصوت، هل لك جسد؟ هل لك وجه؟ أين أنت؟ إني قريب ولكني بعيد، ولكنك ستراني وستعرف مدى قدراتي وسحري. إني قريب ولكني بعيد، ولكنك ستراني وستعرف مدى قدراتي وسحري. إني أبتعد، هل من الذنب؟ هل من الخوف؟ من الرعب؟ هل وقعت تحت تأثير السحر بالفعل؟ كفانا الله، مكبر!